الآن النجوم على الحزام يجب أن تكون دقيقة. أوريون له 3 نجوم على حزامي، لا 4. أخذ الخيوط، أصنع وأشكل، الوقت يفوت، الزبون دائما على حق، حتى وإن كنت أنا أحق. أشكل في تفكير خطوط فستان بنك لونه باهت، لكنك طريف ضوء خافت، أصنعها من جديد. أرى أن فستاني سيعبر عن شخصياتي بوجود المصاصات. حسنا، أعتقد بالونات. حسنا، تحركي. تمر الساعات، أصنع الفساتين، أجري التعديلات عن الأمرين. فلاتشاي، ماذا حل بك؟ ريمبو، ماذا يدور في خلدك؟ يا إلهي، لن يكفي الوقت لك، أبي جاك لما عنه طلبك. أصنع فساتين بسهولة، طلبات لكل عميل، وجميع أوقاتي مشغولة، يجب الإسراع وألا أطيل. هذه المجرة هي كنس الكبرى لا الصغرى، مثل بيوت الأزياء الراقية. أرجوك. ماذا لو أمطرت؟ حذاء بطاطي. بالونات أكثر؟ لا، أكثر من اللازم. حلوى أكثر؟ حلوى أقل؟ انتظري، وجدتها، شرائط. شرائط؟ فستان من هذا؟ لنصنع الشرائط. ماذا؟ ألن تطلبي مني أن أغير شيئاً في فستانك؟ لا، أريد فقط أن يكون مدهشاً. ألا يعجبك لونه؟ لا بأس باللون، لكن اجعليه مدهشاً. ألا يعجبك شكله؟ لا بأس بالشكل، لكن اجعلي الفستان كله مدهشاً. أريد أن يكون 20% أكثر دهشة. نحن نريد أن نمحي حيرتنا. يجب أن تبدي أناقتنا وتعبري عن شخصيتنا، لنبدو في أزهى وأبهى صورتنا، حتى لو اضطررت لوضع زينتنا ولا تتعدى ميزانيتنا. يجب ألا أحس بضيق وأن أصنع فساتين أنيقة، قطع ولها مذاق، العنق، الظهر، الكتف، الصف، كل الفساتين لها خيط متين، تصنع بقماش غال وثمين. هذا فن الأزياء.